يعني ما كاينش واحد الاهتمام للمدينه، يعني ناقصنا بزاف الحوايج من ناحيه البنيه التحتيه. عندنا الشوانط تقريبا كاملين في اسفي، يعني كلهم يعني شنو نقول لك الحفاري كثار، سيرتو هذا الشارع هذا اللي هو كبير، يعني عنده واحد يعني من الشوارع الكبار اللي كاين في اسفي تقريبا، اللي غيتحمل المسؤوليه ديال تسير هذه البلاد هذه، خاصهم يعطوا واحد الاهتمام كبير، لا من ناحيه التجار لا من ناحيه البنيه التحتيه كما قلنا لك الشنط، يعني الشوانط خاصهم يتقادوا ويتصايبوا، وتكون يعني شي حاجه يعني تستافد منها الساكنه ديال اسفي. يعني بزاف د الحجرة بطبيعه الحال عندنا جرادي بزاف مهمولين، كاين عندنا واحد الجرده معروفه هنا في اسفي جنب سيان، حتى هي تبارك الله جرده تبارك الله يعني كانت مقديم، كيجيو لها الناس الزوار ديال العائلات، الناس الدراري الصغار الناس الكبار كيريحوا فيها، دابا مابقاش عندها واحد الاهتمام، يعني مهموله بزاف. وهاد البلاد كتعرف واحد التهميش، يعني تهميش شنو نقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني الناس شحال من خطره كتشكى وكت يعني كتهضر وتا واحد ما كيسمع منها. من زمان هذا ما كاين حتى امل يعني صراحه، وكنتمنى يعني من هذا المنبر هذا كنوجه الناس يعني يعطوه اهتمام، يعني للساكنه ديال جميع المواطنين بصفه عامه المغاربه كاملين، يعني خاص الاهتمام ديال المدن ديالها يقوموا بالواجب ديالهم على احسن ما يرام، واش يعني يخليهم حنا يحفزونا باش حنا الناس اللي ما انتخبهاش تعاود تنتخب، تشجع الناس على سميتو اللي خدموا مزيان، شي طبيعه الناس غادي تلوح عليهم غتصوت عليهم. وكنتمنى انهم يديروا واحد التغيير ويعطوا الاهتمام للمدينه بزاف، عندها واحد السمعه طيبه في المغرب، خاصة واحد الاهتمام، لان هي من المدن الساحليه من اجمل المدن الساحليه في المغرب تقريبا، وما عطاش واحد الاهتمام اللي هو اللي تستحق. بالنسبه للناس اللي تنتخبنا عليهم ونجحوا، كنتمنى انهم ما يخذلوناش كما خذلونا الناس اللي قبل اللي فايت من انتخبنا عليهم، وكنتمنى انهم يصلحوا البنيه التحتيه، وكما كتشوف هنايا حنا في لاكورنيش، لاكورنيش ماشي هو ديك اللي كنا حنا باغيين وكنا كنتظروه، راه كنشوف باقي بزاف تاع الحوايج، خاص على الاقل كيوسكات بنادم فين يلعب بلاصه اللي جوه هنايا، كما كتشوف المساحه ديالو كبيره، وكنتمنى ثاني يشوفوا يشدوا بيد الشباب، حيتاش نسبه البطاله كثيره في اسفي. وبالنسبه ثاني للسبيطار، كنتمنى انهم شي واحد من هاد المسؤولين عاول يدعوا الرؤيه للمستشفى محمد الخامس، لانه راه مضر بزاف. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.